متابعينا الكرام، السلام عليكم احبابكم، حياكم الله. شيبيا مصطفى، سلام مبروك عواشرك يا اخي، مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم على قناه شوف تي في في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. نتمنى لكم متابعينا تكونوا دوزتوا يوم رائع، وانكم تكون دوزتوا هذا النهار بامان الله، وهذا النهار الذكرى ديال 27 اللي الحمد لله ليله القدر مباركه على الجميع. محمد وجلي ليله القدر مباركه يا اخي، مرحبا بكم. ان شاء الله على كل مغاربه ملكا وشعب. شكرا احمد الخلوفي، مرحبا مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناه شوف تي في. كنعاينوا الاصدقاء يتواصلوا في هذا البث المباشر، ولنا ضيف مفاجاه وضيف الاسبوع وضيف الحلقه، سي هشام الغفولي ابن مدينه تازه اللي غندردشوا معاه على ليله القدر، ونهضروا على المشاريع ديالو، وغادي يجبد لنا بزاف الاسرار ديالو، وانطلاقه الفنيه ديالو الجميله، وانطلاقه الاعلاميه ديالو. كرام مرحبا بكم على هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. سلوى أحدوش، سلامي المرتي، سلام يا أختي سلوى من مدينة تازة، مرحبا بك يا أختي سلوى، مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم على هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، وهذا اللقاء التواصلي متتبعين الكرام، مرحبا بكم. نعاينوا الأصدقاء يتواصلوا باش نبداو البث ديالنا. متتبعين الكرام، حفيدة سلام، سلام أختي حفيدة، مرحبا بك يا أختي. عندنا لقاء هذا النهار مع أحد الفنانين المبدعين من مدينة تازة اللي هو سي هشام الغفولي. متتبعين الكرام، مباشرة على قناة شوف تي في، نتحاوروا معاه في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر إن شاء الله. حفيدة سلام، سلوى سلام من مرتي، شكرا سلوى، مرحبا بكم متتبعين الكرام، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة. محمد ابن زاهر نموش، في هذا الغبور، فين هذا الغبور؟ أنا موجود يا أخي، موجود. ميلود تمدا، أهلا أخي، أهلا صديقي، مرحبا يا أخي، مرحبا المتتبعين الكرام، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة، وهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله توحشنا الأحباب ديالنا والمتتبعين ديالنا، توحشناهم. رشيد سيرفور تازا، سلام اخي رشيد، كيف الحال، كيف الامور المركب. سفيان الكياد غزال، شكرا سفيان. رشيدة سلام، اختي رشيدة، مرحبا بكم متتبعينا الكرام، مرحبا بكم على هذا البث المباشر. نتمنى نعاينوا التفاعل الاصدقاء باش نتصلوا بواحد الفنان اللي بدا كيشق الطريق ديالو من مدينة تازة، وغيهضرنا على الحياة المهنية ديالو، وغادي يهضرنا على ليلة القدر كيف راه كيدوز هاد الليلة المباركة. و سي بن عبو العواش مبروكة يا أخي ياسين، العواش مبروكة يا أخي ياسين. ريكسيد لافسا سلام. محمد سادلي العواش مبروكة لجميع مغاربة أنحاء العالم، اللهم اجعلها بهذه الليلة من الذين نظرت إليهم وعفرت لهم ورضت عنهم، الحمد لله. شكرا محمد سادلي، شكرا لساكنة مدينة تازة، وشكرا لك يا أخي، توحشناكم. شكرا ياسين العواش مبروكة، شكرا ياسين. سي مراد حموش، تحية لرجال الجمارك بمدينة تازة، شكرا لرجال الجمارك ومديرية الجمارك بالمدينة، ليلة القدر مباركة، شكرا يا أخي. سلام خويا عبد الله. محمد بن الحسن سلام يا أخي، مرحبا. محمد بن الحسن كيراك سافا، الحمد لله يا أخي. أمال ليلة مباركة لنا ولك أختي أمال. لحسن أزرق السلام عليكم، وعليكم السلام أخي لحسن. فتيحة مبروك العواشر، مبروك العواشر أيضا لك. ابراهيم شيء جميل، قناة شوف تي في تتواجد في كل مكان، الدقة في إيصال الصورة حول مستجدات كورونا. نهضروا على ليلة القدر وهذه الليلة المباركة يا أخي. ابتسام كتعجبني هذه الصفحة، كتورينا الحقيقة، نتمنى تكون حقيقة حلوة وليس بالحقيقة.
على هذه الرسالة. لنا هذا النهار ضيف شاب جميل وسيم ضحوك مبتسم من مدينة تازة أصل تازي، غادي إن شاء الله يتصلوا به باش يهضرنا على العواشر ديال كي كيدوز العواشر ديال رمضان، ويهضرنا شوية على المسار ديالو وكذا. يهضرنا على اهلا سي عبد الله، احييك عزيزي. شكرا اخي بلال، مرحبا يا اخي بلال الرملي، مرحبا ياسين كمال، مرحبا. انا الضيف ديالنا غتعرفوه انطلاقا من واحد المورسو، تحيه. تحيه مصطفى اليعقوبي ابن سازا مقيم بهولندا، تحيه لكم. الضيف ديالنا غادي تعرفوا انطلاقا من واحد السيت كوم. تحية يا أخي، هل من مساعدة المحتاج أرسل هاتي المحتاج أرسل هاتي يا أخي، هل من مساعدة المحتاج. سي محمد مرحبا. أعزائي المشاهدين، الضيف ديالنا شارك في كتابة السيناريو أحد السيت كومات المشهورة الآن على القنوات التلفزية، غادي يكون هذا. باش كتذكركم هاد الاغنيه يا اصدقائي. ويا الساك اللي في قلبي، ويا الهماني، ويا الساكن جبد السيف وعطاني بالمحبه دواني. ويا الساكن، ويا الساك اللي في قلبي، ويا الهماني، ويا الساكن جبد السيف وعطاني. اظن الكل كيتذكر هاد السيت كوم، هذه اغنيه احد السيت كومات اللي مشهوره الان على القناه الثانيه. غادي يكون معنا واحد الضيف اللي هو ابن مدينه تازة، اللي غيهضرنا على ليله القدر المباركه، ويهضرنا على شويه المسار ديالو، ويهضرنا على كيف جات الفكره انه تذكر مدينه تازة في احد السيت كومات اللي 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 اللي, اللي, اللي مشهوره بالمملكه المغربيه. يمكن نربطوا اتصال بالسي هشام الغزال. سي عبد الله، نرحب بالسيد هشام الغفولي ونحييه على تألقه الكوبيراتيف. أجل الكوبيراتيف، شكرا لكم الكوبيراتيف. تحية الشبلاوي، واش ممكن نهضر معاك في الواتساب؟ سي هشام، سي هشام تبارك الله عليك يا أخي. مرحبا سي هشام الغزال. متتبعينا الكرام، كما كتعرفوا هذا واحد سي هشام الغفولي، احد 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 الشباب اللي بدا كيشق الطريق ديالو في صمت، لكن حنايا جينا وبغينا نشاركوا معاه التالقات ديالو. سي هشام شفناه في احد في ام بي سي 5، والغريب في الامر متتبعينا الكرام كلكم واحد النهار انكم كان حديث اليوم في مدينه تازة انكم شفت احد السيت كومات. سي حجام الممثل الغني عن التقدير انه هضر على مدينه تازة على اساس انه ساكن بمدينه تازة، تازة العليا، تازة السفلى، جريده، وريده، قعيده، فوالا 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 فوالا. لكن على ما اظن ان من وراء هذا ها 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 كتابه هذا النص كاين واحد النجم اللي هو تازي. سي ابراهيم هذا النهار الا بغينا نهضروا معاه كمتالق خصنا حلقه خاصه، ولكن هضرنا معاه باش نباركوا ليه العواشر، وهضرنا على كيف داز معاه رمضان لحقاش هو دابا مقيم بمدينه فاس وكذا. يهضرنا شويه على سيت كوم، شويه على المسار ديالو، وعلى ليله القدر. تفضل يا اخي ابراهيم. مرحبا سي الغفولي، وباش تعرف راه اسم هشام الغفولي راك معروف بمدينه تازة يا اخي، تعيا تخبع. الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك، شكرا على هذا التقديم الجميل، وتحيه لجميع سكان مدينه تازة اللي هي مسقط الراس ديالي والاصل ديالي، فين المدينه فين تزاديت وفين قضيت الطفوله ديالي الجميله. بغيت نشكر سكان مدينه تازة كاملين على التفاعل ديالهم مع سيتكم الكوبيراتيف،
الحمد لله هي ما كانتش عبثيا انني حاولت هذا العام بما انني احد المشاركين في كتابه السيت كوم، يعني جو في بارتي دو لا سيلول ديال السيت كوم ديكريتور السيت كوم كوبيراتيف. الوغ حاولت انني نعطي واحد شويه ديال الفالور لهذه المدينه هذه، يعني مدينه اللي جميله جدا وما خدتش حقها بزاف في الاعلام، وسورتو ان السكان ديالها واحد الناس طيبين وجميلين جدا كيستاهلوا كل خير. اخي هشام، قبل ما نبداو الحديث معك بغينا نعرفوا كيف دوزتي ايام رمضان مع الحجر، رمضان مع جائحة كورونا، وكيفاش كتقضيو ليلة القدر عندكم في المنزل تسمى هذا اليوم الجميل يا اخي؟ اولا بعد كنقول بحال كاع المغاربه، الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، وتدوز هذه الجائحه بخير وعلى خير. وكنقول من هذا المنبر للناس باش يزيدوا يصبروا ويبقاو في الدار اكثر، لانه زعما بصح واخا هذه الهضره كنسمعوها بزاف، ولكن كيف كنقولوا فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. كنقولوا زعما بصح خصنا نذكروا بعضياتنا ان شاء الله باش نخرجوا من هذا الشيء، فنزيدوا نصبروا ونزيدوا نبقاو في الدار اكثر. واخويا حنا كنقضي رمضان في البيت مع الزوجه ديالي، انا من زعما من حظي انه من بعد الزواج ديالي بواحد الشهر جات كورونا وجلست في الدار انا والمدام. هذه كانت فرصه باش اننا كنتعرفوا انا وياها اكثر وكنعاودوا حياتنا من جديد. وانا كيفاش كنقضي زعما واحد 70% من النهار ديالي، انا دابا زعما اون تران دو ديفلوبر، كنكتب بزاف ديال الاعمال، كنخدم في واحد النهار هاد جديده، كاين واحد المسلسل على قناه الام بي سي 5 نيت راني خدام فيه، وكذلك شي حاجه اخرى في القناه الاولى. فكنستغل الوقت انني كنكتب شويه وكنكتب بزاف ماشي شويه، زعما هذه فرصه في انني جالس في الدار في البيرو ديالي ساد عليا وكنخدم. وكذلك ضروري زعما كنحاولوا نعيشوا الطقوس الرمضانيه مع نفوسنا، شويه ديال الصيام، شويه ديال التقرب لله عز وجل، شويه ديال كنشوفوا الاعمال الدراميه اللي الحمد لله كما كنعرفوا دابا بدات كتطور شويه في زعما التلفزيون المغربي غادي مزيان، كنتبعوا بعض الاعمال باش نشوفوا داك الشيء فين واصل. وهذا الشيء اللي كاين، واليوم ليله القدر كنتمنى تكون بالخير ان شاء الله على جميع ديال تازه. اخي هشام، بالنسبه للناس اللي ما ملتزميش بالحجر الصحي، شنو تقول لك تقول لهم؟ اللي ما ملتزميش، على العلم ان المغاربه نسبه كبيره ملتزمه، وعدد الوفيات عندنا منخفض، والمغرب كيحتل المراتب الاولى في القضاء على جائحه كورونا، ولكن كاين شي ناس اللي ما ملتزمين، شي رساله منك لهاد الناس يا اخي هشام؟ اخويا شنو نقول لك؟ كنقول اول حاجه الله يهدي هاد الناس، لانه بصح زعما الانسان ما كيحسش بزاف ديال النعم كيكون كيعيشها حتى كيتحرم منها. فكنقول لهم الله يهديكم، زعما خاصنا بصح نصبروا ونجلسوا في الدار ونلتزموا بالحجر، لان زعما الحمد لله تبين ان الدوله المغربيه ما كندويش على كحكومه، ولكن كندوي على كدوله زعما كنواه، تبين ان كاين عندها واحد الارتباط كبير بالشعب المغربي وكتبغيه بزاف، وكتبادل لنا هذاك الحب زعما الوطن، كيبادل لنا الحب ديالنا ليه. فزعما كنشوفوا ان كيف ما الوطن خايف علينا، خاصنا حتى حنا نخافوا على الوطن ديالنا، وخاصنا بصح نفكروا في بزاف ديال الناس كبار مساكن اللي يقدروا نسبوا لهم اننا نعاديوهم، الاهل ديالنا، مواتنا، جدودنا. فكنقول عفاكم عفاكم عفاكم، نصبروا، رحنا كاملين صابرين، وزعما كل شيء كيدوز ان شاء الله بالصبر، والانسان يبقى في الدار. زعما خاصنا بصح نبقاو في الدار، لانه الحمد لله الامور غاديه، زعما في تحسن، راه كاينه مؤشرات ديال الخير باش ما نكونوش سلبيين. الامور غاديه زعما الحمد لله، الوباء غادي وكيرتفع علينا، فنزيدوا نصبروا، والصبر مفتاح الفرج. بالفعل بفضل السياسه الخطه السباقيه اللي نهجها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، الله يخليه لنا، انه فضل كبح واحد النسبه كبيره الاقتصاد المغربي، باش ان الشعب اول مره كنفهموا بان كلمه الشعبي العزيز اول مره كنلمسوها في هاد الجائحة كورونا. الحمد لله السياسة كانت ناجحة. أخي هشام، بغينا نعرفوا كما قالوا لي الناس، واش ما يمكنش
واش كفكره 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 واش ما يمكنش؟ شفنا لي سيت كوم بين الويدان، شفناهم في شاون، شفنا واش ما يمكنش شي سيت كوم يكون شي مره في مدينه تازه كفكره؟ على اعتبار ان لي سيت كوم يا اخي هشام كما كنلاحظوا كل مره كيغفلونا بمنطقه، بين الويدان قليل اللي كان كيعرفها، داروا لي سيت كوم ناجح. فهمتك. انا ما استغلتش غير في هذا السيت كوم، استغلت حتى في السيت كوم اللي فات اللي هو البهجه وحي البهجه واللي كان في منطقه مراكش. وزعما بصح هذا العام فاش كنا في الاجتماعات مع مديره تخليه الكتابه السيناريست بشرى مالك وباقي الاعضاء اللي معنا، كنا كنفكروا زعما بصدق في اننا كما قلت لك نقيسوا شي شويه المغرب العميق. فقلنا حاولنا بزاف دابا هذا العام الى لاحظتي كاين بني من اللي هي حتى هي واحد المنطقه اللي شويه ما كنسمعوش عليها بزاف وداك الشيء. وبصح الفكره مطروحه لانه سورتو بعدا بغيت نقول للناس ديال تازا انه الاصداء اللي وصلت من زعما الاصداء ديالهم والتفاعل ديالهم مع هذاك المقطع بالضبط ديال اللي كان الحوارات اللي جات على لسان الفنان عزيز الحاب، بصح هذوك الاصداء وصلوا الثانيه وصلوا للشركه المنتجه وكانوا فخورين جدا زعما من خلال نقاشاتنا معهم قالوا باللي الناس ديال تازا بينوا على واحد الاسلوب حضاري كبير وكيفاش كيشكروا وكيفاش كيقولوا صافي بليزير وكيفاش انهم زعما تقبلوا ان مدينتهم تكون، فهموا اننا كنضحكوا معاهم ماشي كنضحكوا على المدينه حيت بزاف ديال الناس كيف كيمشيو غالطين. وبصح كانت هذه زعما كيف ما كنقولوا ما حشموناش زعما كيف قلنا بحال كتفكر شي حد وكتكون لا رياكسيون ديالو بوزيتيف كيزيد يشجعك. واللي بغيت نقول لك هو انه دابا حنا كنشتغل على واحد المسلسل في قناه الام بي سي 5 ان شاء الله، ومن المقترح وكانت الاقتراح ديالي انه زعما ان شاء الله مجموعه واحد الكميه كبيره من المشاهد ديالو غادي تصور في مدينه تازا وفي واحد المنطقه الا كيعرفوها الناس واحد الدوار سميتو تايناس. والمسلسل كامل غيكون ان شاء الله سميتو تايناس، يعني حنا غاديين في هذه الخطوات يا اخي. دابا انت راك ان شاء الله غتقود المشعل، ان شاء الله غتكون عندك واحد المسؤوليه اللي كبيره اللي غتنفخ لك الراس، لكن يا اخي اننا حنا كنت هو ان شاء الله نتمنى ان زكريا نتمنى بالنسبه يا اخي بالنسبه نبغيوك تعطينا شي ميساج الشباب التازي اللي باغي يشق الطريق ديالو، باعتبار انك انت شاب تازي شقيتي الطريق ديالك في سانت والحمد لله. انني انا ملي شفت كان في ام بي سي 5 مع الملامح شفتهم، ولاني باش انا نقول هاد ما عرفتش كي ما ولي سيتكم عاوتاني سيتكم هذا ناجح بامتياز رغم انتقادات، رغم هذه راك عارف كاع البرامج الرمضانيه كتعرض انتقادات واخا كتكون انتقادات هي سلبيه، ولاني راه كتحاول اذا سمحتي لي اذا سمحتي لي قبل ما انا زعما محتفظ بداكشي اللي قلتي للرساله ديالي للشباب، واخا انا زعما كنقول بانني واحد منهم زعما ما غاديش نسميها رساله بكثر ما غنسميها واحد تثقيف بالنظر، واحد زعما واحد لاديوكاتور بيغ، اللي انا بحالي بحال شي واحد اللي كنصف يعني انا ماشي اكثر منه او لا اكبر منه لانني باقي كنعتبر راسي دائما في البدايات ديالي. اللي بغيت نقول لك قبل ما ندوزو لهذا السؤال هذا الموضوع هذا بالنسبه للانتقادات اللي كيف ما قلتي اللي تلفزيونيه، فثق بيا انه ولات واحد الكليشيه ديال ان الناس كتحكم على العمل قبل ما تشوفه، فالناس زعما باغ ديفو كيف كنقولوا كتقول حامض، هذا المصطلح ديال حامض ديفو قبل ما تشوف العمل، ونتحداك ان 90% اخويا ديال الناس اللي كيقولوا على سيتكم حامض ما شافوش، هذه سيت سيغ مازال ما شافوه وقالوا عليه حامض. اللي بغيت نشرح للناس هو ان السيتكم هو واحد لو مو كومبوزي، هو سيتياسيون كوميك، يعني موقف مضحك، فما تنتظرش من السيتكم انه يكون عنده واحد الحبكه دراميه، عنده واحد الاشياء كبيره، عنده واحد القصص، عنده سيتكم هو فقط واحد الوقيته ديال الناس جالسه كتفطر وكتشوف واحد المواقف اللي هي هزليه وخفيفه. اللي بغيت نقول لك هو ان الانتقادات اللي كنشوفو كتجي من واحد الناس ديال الفيسبوك دابا غالبا، فالسيت في المغرب راه فيه تبارك الله 40 مليون نسمه، راه كاين مغرب عميق، راه مسكينه ورجعت لوليداتها الفطور وجلسات وكتلقاها مستمتعه جدا مثلا بجميله الهرونيه وهي كتلعب قدامها او بدوك الممثلات تبارك الله الكبار اللي كيلعبوا قدامهم، فحنا كنقدموا هذيك الماده
ديال الكوميديا كنقدموها لواحد الناس اخرين، ماشي هذوك الناس اللي كيقولوا هذاك الشيء حامض. حيت حنا دابا عندنا واحد الناس كيقارنوا الاعمال ديال نتفليكس مع الاعمال المغربيه، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش نقارنوا ما لا يقارن. راه خاص، راه النجاح الحقيقي هو اللي عنده علاقه بالامكانيات ديالك، بالمحيط ديالك. خاصك تسول راسك واش انا ناجح في محيطي وبامكانياتي. ما يمكنش نقارنوا عمل تلفزيوني مغربي مع عمل ديال نتفليكس، لان غير الانتاج ديال عمل في نتفليكس راه فورا ميل هذاك الانتاج ديال الفلوس اللي كتخسر على العمل المغربي. فهاد النقطه بغيت غير باش نكونوا ايجابيين اكثر ونشجعوا بعضياتنا اكثر، لانه زعما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل خيرا او اسموت، زعما ما فيها باس نشجعوا بعضياتنا. وفاش كتشوف لي رياكسيون، مثلا نعطيك اكزومبل بالرياكسيون ديال الناس ديال تازا على هذيك لا فيديو، فريمون عرفتي فحال شربت ثلاثه ديال ريد بول وانا كنشوف هذوك لي كومونتير ديالهم. حيت قلت فوالا هاد الناس متحضرين، كيفاش ضحكوا مع الموضوع، كيفاش استقبلوه، كيفاش فرحوا. وكنقول الا قدرنا نفرحوا غير واحد المليون ديال الناس في وسط 40 مليون و39 الاخرى ما بغاتش، فهذا الراحه افضل من الله سبحانه وتعالى. يا اخي بالنسبه للانتقاد يا اخي، راه هو كيتمثل هدام ولين في حد ذاته بناء. علاش؟ لحقاش دابا ملي كتلقى الانسان كيسالي الفطور ديالو وكيتقابل مع التلفازه وكيتفرج وكيستمتع، وملي كيسالي احق حامض احق ما مزيانش. هذاك السبب بحد ذاته تعبير على الفشل وتعبير على بزاف الحوايج، سيرتو ملي كنلقاو اننا سيرتو والطامه الكبرى. انا عشت هاد الاموريات. انا نعطيك واحد المستملحه، راه غاشوف تي في ملي بغات تحط رجليها في تازا، راه حديث ولا حرج، راه كارثه عظمى كانت. لا ما بغينا نشوف تي في، ما كيما قلت. شوف يا اخي المحتوى عاد حكم، شوف المحتوى عاد حكم. والغريب في الامر، انا ربي شاهد على ما اقول، راه الناس ملي يعرفوا بان راه كاين واحد الشاب، ماشي واحد الانسان اللي كبير ولا هذه ولا عنده واحد التجربه ولا مخضرم، غير شاب بدا شق الطريق ديالو في الكتابه، او شاب وقدر يكتب واحد وقدر يشارك في عمل كان بين انجح الاعمال الرمضانيه. الو هذا راه انجاز اخي هشام، خصك تفتخر به، خصك تفتخر به. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هاد القضيه ديال حامض ولا ماشي حامض، راه اللي يقول عليك حامض غير اللي كيبغيك دابا، غير اللي كيبغيك. حنا لاحظنا ان الانتقاد راه كيكون انتقاد بناء، واخا في حد ذاته هو هدام، راه كيكون انتقاد بناء. يا اخي شي كلمه يا اخي. بيان سور شي كلمه اخي بالنسبه اللي قلتي لي، شي رساله للشباب. حيت بعد التفكير في ان المسلسل ان شاء الله اللي قلت لك كيتصور في مدينه تازا، وكنتمناو ان الامور تمشي على خير، كان الاسباب اللي هي كنشوفوها من مجموعه من الزوايا. فمثلا انا كنعرف بزاف ديال الشباب من المسرح، سواء هواة او لا محترفين، كذلك شباب في الموسيقى تبارك الله اللي هما جميلين. حيت انا واخا انتقلت من مدينه تازا عندي علاقات كبيره، الاخت ديالي مثلا كتسكن تما مزوجه وعندها وليداتها، الوغ كنمشي عندها، وهذه كتكون فرصه انني كنتعرف على الشباب اللي كيديروا المسرح، كيديروا الموسيقى، كيديروا مجموعه من الفنون الدراميه في مدينه تازا. نعم، وكتبان لي بصح كاينه طاقات تبارك الله اللي تستحق انها زعما تاخذ الفرصه ديالها. فشوف، هو ما كاين حتى شي سر اخر. ربما هذه الجمله كانت كتبان لي انا براسي كلاسيكيه في واحد الوقت، ولكن مع المدة فهمتها، لانه ما كاين حتى شي سر اخر باش تقدر تنجح، واخا هو النجاح ذاك موضوع اخر ودائما كيبقى نسبي، لانه مازال حنا ما يطول الحديث ذاك الموضوع، ولكن يطول الحديث في هذا الموضوع بالضبط. ولكن النجاح السر ديالو هو العمل. مثلا انا كنفيق الصباح ما عندي حتى شي بروجي، ما عندي حتى شي حاجه، كنفتح لورديناتور ديالي وكنكتب. نعم. واي حاجه كتكتب من بعد كانها كتخاد وكتخدم، لانه العمل بزاف والمثابره بزاف، وكيف ما قلتي الانتقادات وداك الشيء ديال. حيت بعض المرات عندنا واحد الكليشيهات اللي عندنا في اغلب الاسر المغربيه، فاش شي وليد مثلا في شي اسره كيبغي انه يكون ارتيست، وهي راه غالبا ما كتكونش اختيار، كتكون صافي انت خلقك الله عندك واحد لو دون كتبغي تمشي مع هذا الشيء اللي كاين. فكيبقاو يقولوا ان لا الفن ما كيوكلش الطرف ديال الخبز، لا شوف ولد عمك تبارك الله مهندس، ولد عمك تبارك الله طبيب، هذه خاصك دير. فانا النصيحه اللي كنقدم للشباب كاملين،
القرايه بيان سور مهمه جدا، الانسان يكمل قرايته اون باراليل يدير هذا الشيء، ولكن يتشبث بالحلم ديالو زعما ويمشي معاه لاخر نفس كيف كنقولوا، ويخدم بزاف، يخدم 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 واخا من اجل لا شيء، واخا ما عارفش علاش كيخدم غير يخدم، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. زعما سي سور ان شاء الله غادي تكون النتيجه هذا الشيء اللي كاين. يا اخي هشام، بما اننا على البث المباشر عندنا مجموعه من التعليقات باش نشكو هاد الناس معنا. عامر بن عياد سلام، سي عبد الله تبارك الله على الفن القدير، مشرف مدينه تازا. سي هشام، سي عرب سلام سلام. قال لك عمر بو حمدي يسولوا على الكاميرا خفيه واش مهزله، يا اخي هذا موضوع بوحده. عياد قميحي يقول المثل لا تحكم تحكم على الكتاب من عن انه يعني المحتوى ديالو. ناديه من ايطاليا، واعر استمرارية موفق من إيطاليا. هاد السيدة من إيطاليا كتقول لكم الاستمرارية عجبة سيدكم. شكرا لكم. محمد تادلي ابن مدينة تازة، نرحب بسيدي هشام الغفولي ولد البلاد، ومرحبا به عندنا في تازة العليا، ونتمنى له المزيد من العطاء والعطاء والتألق والنجاح. خويا هشام، شنو السبب؟ اخويا انا ماشي مخدع، انا نقول لك انا واحد شويه كان حيله كنحشم انا في حياتي زعما العاديه. انا واحد انسان خجول جدا، فهمت يعني؟ يعني كنحاول نخدم، ولكن ما عمره ما كان لوبجيكتيف ديالي هو البوز او لا هو الشهره الكبيره اللي كتجي دقدقه. انا كنامن ان النجاح كيجي بشويه 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 بشويه، راه سنوات. انا زعما للمدرسه الام ديالي هي المسرح، زعما كنشتغل في المسرح وسنوات طويله وانا كنشتغل في المسرح، ثم بعد ذلك درست السيناريو وانتقلت للكتابه، وكذلك انتقلت انني مثلت في اعمال تلفزيونيه، مثلا تلفيلم النجم اللي كندعو الناس باش يشوفوه، راه كاين دابا سوغ يوتيوب اللي داز القناه الاولى من تاليفي وبطولتي. كنحاول نختار شنو كندير وكنخدم بشويه عليه، هذا هو اللي كاين، وما كنكثرش من داك الشيء ديال انني نخرج هكا ونهضر. نحاول ما امكن انني نخدم، وكنقول الولاده الطبيعيه للاشياء هي اللي مزيانه، ما خاص الاشياء تجي بوحدها، ما الفو با تيغي لي شوز باغ لي شوز من شعرها، ونحاولوا نكونوا نجوم من مع الدقه الاولى. السلام عليكم. حنا بشويه بشويه و لا يا اخي هشام، بالله الله هي اللي كاينه، زعما واش ربي باغي؟ لا لا، استمراريه. انا شتك في ذاك في ذاك البرنامج ديال ام بي سي 5 مع ذاك جوج، ذاك الكوب اللي الفكاهي، كنت في المستوى سحبني. دريسوم كنت في المستوى. بالنسبه لهذا الكوبيراتيف، ذاك المقطع اللي تقطع ديال السي حجام وذاك الممثله، كما قلتي خدا انطباع ايجابي في المدينه. اش وليت كنسمع انا في تازه، حقا تازه ولات كتبان، حقا تازه. واللي جات اطفاء الجماليه هو ذاك الممثل على ما اظن سعد، اللي كيقول الزوجه ديالو انا راني غادي نمشي لتازه نشوف عائلتي، انا كذا انا كذا. يعني سكان سعد الله، سعد الله، سعد الله، يعني بحال اللي ذاك الكوبيراتيف ارتبط بمدينه تازه. يعني كنشكركم بزاف، وكنشكروا الطاقم، كنشكروا كاع طاقم البرنامج، وكنشكروا كل اللي كان قريب او بعيد انه باش قحم مدينه تازه، وما هضرش شي كلمه خايبه. يعني السي حجام هضر بواحد الطريقه زوينه. دابا الناس اللي كيقولوا القعده غا قعيده، ما بقاش داك القعده المفهوم اللي كيخلع السيف المنشار، هذه واللي البطيشه شريها بالسيف عليك، يقول لها غا قعيده. يعني كنشكركم بزاف. وبالنسبه اش ممكن لك تقول لهاد الناس ديال تازه اللي كيتبعونا عبر المباشر في هاد الليله المباركه ديال ليله القدر على قناه شوف تي في؟ مرحبا بك، لك الخط يا اخي هشام. الله يحفظك. اولا شكرا لك بزاف، شكرا للقناه شوف تي في، شكرا، وكنتمنى لك التوفيق، لانني انا درت واحد الدواره فاش اتصلتي بيا، درت واحد الدواره في لاباج ديالكم، وفريمون لقيت المحتوى تبارك الله، زعما عندك شي نقي محتوى هادف وجميل تبارك الله عليكم، راني درت جاب الصفحه زعما انا دابا من المتتبعين ديالكم. شكرا يا اخي. وبغيت نقول العفو خويا، وبغيت نقول سكان مدينه تازه كاملين، كنتمنى لكم عواشر مبروكه بصحه وسلامه ان شاء الله، تدخل عليكم بشي رزيق، والله يرفع علينا هذا الوباء، وبالصح بالصح بدون مجامله، التازيين الناس طيبين بزاف، يرفعوا يديهم للسماء، لان بحال كنحس بان الله سبحانه وتعالى
بصح غيقبل الدعاء ديال واحد الناس اللي كان كيف كنقولوا باقيين نيه باش ماشي بالمفهوم القدحي ديالها، بالمفهوم الايجابي ديالها، بصح كتحس واحد الطيبوبه في تازه ما كايناش في المدن المغربيه الاخرى زعما زايده واحد شويه. فكنقول لهم ندعيو كاملين الله ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء، وليله القدر مباركه، وكذلك ان شاء الله عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه. وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا كيف ما كبرتوا بيا الله يكبر بكم. وكنتمنى ما نكونش زعما كنت ثقيل عليكم في هذه الليله هذه. بالعكس. وميرسي وعاوتاني واحد الميساج زوين، ناديه من ايطاليا تقول لك ولد المدينه ولد البلاد ولم ينسى مدينته. وكنشكرك انك كبرتي بمدينه تازه وبدلتي النمطيه ديال ان راه كيما عارف راه كانوا نجوم ما رجعوا لتازه حتى 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 تهرس لهم الدار. يعني انت من انطلاقه في اول مره هضرت معاك قلت لي جو سوي دوريجين تازيك. كنشكرك بزاف يا اخي هشام، واعطي شي كلمه لهاد المتسبعين عارفين بان عندك البروغرام شارجي. كلمه اخيره يا اخي، وكنشكرك بزاف يا سي هشام، مازال ان شاء الله نزورك في فاس، ودابا تزورك طاقم شوف تي في فاس، اعدك يا اخي. ان شاء الله ان شاء الله خويا. كنقول لهم زعما مرحبا بكم في دخلوا عندي الفيسبوك ديالي زعما تواصلوا معايا، راني كنتواصل مع كل شيء. كذلك في الباج انستغرام ديالي مرحبا بكم زعما تدخلوا عندي نتواصلوا. اللي مازال عنده شي سؤال من بعد شي حاجه راه هشام الغفولي بجوج بهم فيسبوك وانستغرام. وكيف ما قلت لك كنتمنى كنشكرهم بزاف وكنعاود نجدد الشكر ديالي ليهم، وكنتمنى ان شاء الله الله يلاقينا في شي ساعه ديال الخير وتكون الامور احسن من هكا. اشكرك اخي هشام، راك عزيز وغالي، والله يكبر سيبينا هذه الليله ليله سعيده، ونتمنوا لك حياه سعيده مع الزوجه ديالك الجديده، ورمضان مبارك سعيد يا ربي امين. يا حيك وحاوي يجرح ويدا. متتبعينا الكرام، كما شفتوا كنا مع السي الغفولي الشاب متألق والشاب جميل، نشكره كثيرا. متابعي الكرام مرحبا بكم، كان عندنا لقاء مع السي هشام الغفولي التازي الاصيل ولد المدينه، وكنهنيوه بالزواج ديالو، وكنقولوا للزوجه ديالو الا كانت فاسيه تهلا لنا في التازي ديالنا، كانت تازيه حضرنا معك التازي ديالنا يا اختاه. ونبغيو نشكروك على الاتصال ديالك والمكالمه ديالك، وبغي نقول لك اخويا مسيره موفقه، وانا متاكد ان قناه شوف تي في ان شاء الله غتزورك في المنزل ديالك، لان قناه شوف تي في قناه مفتوحه على مجموعه من المواضيع، لا تستني اي موضوع يا اخي. متتبعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث هنا سارة سلام عواش مبروكه تحيه. لا لا يمكن اتصال هاتفي. الو 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 خويا سلام عليكم. سلام ورحمة الله يا صديقي، مرحبا سي عبد الله، تبارك الله عليك مولاي. الله يبارك فيك يا سيدي، مبروك عواشرك وكل عام وانتم بخير. علينا وعليك يا مولاي، شكون معايا؟ ان شاء الله وبالتألق وهاد يعني هاد شوف تشوف سيفي راه الحمد لله انتشرت ما امكن، والناس ولات كتعرفها وكتير مواضيع يعني مهمه، ونتمنوا لها التوفيق وتير مواضيع اخرى اجتماعيه ومواضيع كذا، ماشي عيب انت راك الحمد لله ضمير اجتماعي. اقسم شوف 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 جبتي لي شوف تيفي، انا دابا حنا بما اننا في الدردشه في المباشر بس، اقسم لك يمينا الى إدارة شوف تيفي الى انا بالنسبه لي من اصعب ما يكون قسما بالله العظيم. عنده الا بغيت تخدم معاهم خصك تكون اخويا واجد للخدمه. انا كنقول كما كتقولوا انا نمس وكنطير مع الطيور وفرفاره وكذا. اقسم اسمع 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 اقسم لك يا ميلا الى مني بديت معاهم وما كيصحوا لي في الاخضر. يعني اداره ما يمكنلكش دير شي حاجه الا ما كانش مشاوره، وما يمكنلكش دير شي حاجه عنوان وما يمكنلكش ديرو يا اخي الا ما كانش بالمشاوره مع مع القناص. على عكس ما كنا كنسمعوا فولا فولا داكشي. انا على ما ظنيت هذا نجاح ديال قناه شو تي في، ان كاين اداره وكاين واحد فريق وواحد ستاف، ها اللي مقابل التسيير، ها اللي مقابل اليوتيوب، ها اللي مقابل المواضيع، يمكن هذاك هو سبب نجاح قناه شوف تي في. والحمد لله بمدينه تازارا بدات كتشوف نعم المحتوى ديال نعم القناه. مرحبا يا اخي. نعم. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم،
وكي قلنا وهذه زعما زايده فينا افتزا وهي عرفتنا بزاف حتى دابا الان هاد الاستضافه اللي استضفتو الاخ هشام يعني الغفولي كل ما كنتوش مثلا نتوما ما جايين حتى شي حد اخر ولكن هذه المبادره هو يا اخي هو يا اخي هو الشاب كاتوم وغنخبع هو مع هو مع هو داك لاطاي ديالو هكا ضعيف وبحال الزواق احنا ولاد كازا البلاد شوف وعشنا مع الدراري الغفوليين جميعا اصدقاء ديالنا وزعما والله عمرها سلعه ناس طيبين ماشي زعما كنفخوا بالعكس احنا كنقولوا الحقيقه هو واخا بحال الزواق احنا شفنا تعرف كازا راك كي قلتي انت البارح حتى دابا راك ولد كازا وراك ولد البلاد راك ماشي براني عليها راك كتعرف كازا كازا ناس يعني ناس حميميين ناس كيبغيو الألفة ناس إلا جيتي لتازا قالو إلا شربو من الواد الهدار وتلقو بلا ضامن إنسان كاع اللي كيجي لتازا بعد الخطرات كاين شحال واحد أنا ولد الإدارة وعشت مع ناس من الإدارة جاو في الأول خايفين نعم ولكن بعد ما جلسو شوية في تازا ما قدوش يخويو تازا واللافة كاين اللي قبض أوي كاين اللي قبض كاين اللي قبض دابا التقاعد ديالو راه عايش في تازا تبارك الله تبارك الله تبارك الله والحمد لله تازا تاريخها ويعني وعلمائها وتزارها كانت قبلة غير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا كنقول حسب ما قرينا على سيدنا رحمه الله أن كل ما اهتم كل ما اهتمت الدولة في هذه المنطقة إلا والمغرب غادي يكون في الأوح لأن هذه المنطقة أعطاها الله شي أسرار خفية يعني من بعد دابا داتي الفرصه ان شاء الله الرحمن الرحيم ونعرفوا بتازا مزيان لان احنا ولاد تازا وكان واجب علينا اننا نقراو تاريخ تازا الحقيقي وهذه امانه للتاريخ نار اللي تجي الوقيته احنا مستعدين اننا تاريخ تازا حقيقي واللي تازا تستاهل يعني واحد الاهتمام وخصها واحد زايده فينا ملي كنقولوا تازا كنقولوا المغرب ملي كنقولوا المغرب كنقولوا تازا ولنا اتصالات اخرى والله يوفقك بالنسبه للاجواء ديال ليله القدر هاد الاجواء كي دازت عندك هاد النهار الحمد لله الله يدخلوا علينا هاد الشهر بزياده الرزاق نعم يا صديقي انا بغيت نقول لك على ابروبو بعدا ديال هاد كورونا يعني هاد الوباء هاد الامر اللي الولاد الهيل ولاد كيقرا والراجل راه في الخدمه المراه راه مشطونه في كذا دابا الحمد لله الاسر ولات كتجتمع حنا نتمناو يجتمعوا على الخير نشكرو في مستقبل بلادنا انا واحد القضيه سي عبد الله وما سديهاش مني انه قلت الصواب ولكن انا تمنيت هذه الفرصه هذه اللي حنا في هذا الحج الصحي اننا نقراو الدستور مثلا يعني الى قرينا دابا الدستور العائلات ديالنا غادي نتاهلوا للمرحله المقبله ان شاء الله اللي كتنتظرنا وفيها تحديات كبرى كتنتظر المغرب كتنتظر بيان سور العالم كله ولكن حنا كيهمنا كتهمنا بلادنا كيهمنا كاليتي ديال المعرفه ديالنا لان لا يعقل ان الانسان في بلادو ووطنو ودستور ديالو هو ما كيعرف عليه حتى حاجه نتمنى فهاد يعني هاد الفتره اللي هذا قدر وقدر عند الله سبحانه عز وجل والله على انه تكون غمامه الصيف ودوز علينا بخير ونتمنوا الخير للعالم ان المغرب بلد السلام والامن يحب الخير للجميع وكيتمنى الخير للجميع وكيعمل من اجل الخير للجميع اللهم تعالى يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير وشي كلمه بالنسبه للناس يا استاذ اللي ما التزموش بحاجه الصحي في هذا فتره كورونا ويقدر يكونوا هما السبب ويقدر يكونوا هما اللي ما التزموش يقدر يكونوا هما السبب في هذا التمديد ديال الحظر اللي ما التزموش من بالحاجه الصحي الناس اللي صارع وكيجري وهذا الله يحسن عوانهم الناس راه ماشي راه جالسه ولكن الانسان هذه فتره ودايزه الانسان الى مثلا مدت لواحد 90 او 100 يوم او حتى هذا في سبيل عموم يعني الخير ليلو ولبلادو الحمد لله احنا قدينا احنا المغرب الحمد لله يشهد لنا على اننا كنا ضمن الدول الرائده اللي استطعت تحتوي هذا الوباء وانتمت شعبها والشعب عاوتاني مسافر الا بعض واحد الاخر هي بيان سير كاين استثناءات ولكن داك الشيء بسيط ما كيحصرش وتحيه نقولها لك مننا بكل صدق وامانه التاريخ وامانه للجميع على اننا نحيي جميع رجال الامن ورجال القوات المساعده ورجال الدرك الملكي صالحنا
ومن أجل سلامتنا وسلامة أبنائنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يكون هذا الشيء يكون رجال النظافة اللي راهم صاهرين ساكن بالليل ما كيخليوش تزيد عليهم حراس الليلين اللي راهم كيقوموا بدورهم. والحمد لله لحد الآن رحنا كنعيشوا واحد السويعة الأمن الله يدوم علينا. ونقول لك آخر يعني دعاء ديالي اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعله آمنا، اللهم اجعله آمنا يا رب العرش العظيم. يا أخي نشكرك وخاتمتك جميلة، نشكرك يا أخي ونتمنى ونتلقى فرصة ممتعة ومازال نتلقى. وأنا قلت لك أنا يعقوب يوسف يعقوب يوسف مدينة تازة، يعقوب يوسف والتازة الفوق والزاوية. إلا بغيتي مثلا هنا إلا بغيتي مجرد أنت دايز أنت كتركب في الفيسبوك إلا درتي يوسف يعقوب غادي تفتح الفيسبوك ديالي الأقل طالع على شنو هي المواضيع اللي كنتناولها. متتبعينا الكرام سمعوا يديروا يوسف معقوب، لا يوسف يعقوب، يوسف يعقوب، يوسف يعقوب، إيكغيك دوزا جي أو بي، يعقوب إيكغيك دوزا جي دو غولف ولا دو جمال دو كراج. نعم لا اي عندي في الفيسبوك يعني اللي بغى على بغيتي تطالع شي شويه وكذا. وحنا على اتصال ومدابينا احنا هدفنا احنا مثلا انا رجل دوزنا ودوزنا الى اخره دوزنا ديال كذا دوزنا جند حتى الاخر رمق كيف يقول سيادنا. وهذا بدون كذا كاين الشباب كاين طاقات كاينه اللي باغي يخدم كاين، خصنا الناس بحالكم يعطيونا واحد منهم حتى واحد من الطاقه. احنا دابا نعولوا عليه لا الشرف ليا ان شاء الله الرحمن الرحيم على انك تحمل المشعل الشرف ليا. وما ادراك ما الصحافه، الصحافه راه كنقولوا هي السلطه الرابعه راه الصحافه. اذا كانت عندنا صحافه في المستوى اللي كتبلغ وكتعني وماشي عيب، ماشي عيب على اننا احنا مثلا يكون عندنا نهضروا مثلا نقول على ان الغش بعض المؤسسات او بعض الادارات ماشي عيب. حنا الغش كاين في العالم كله، الغش النهار اللي جا الانسان هو كاين الغش، ولكن كاين واحد الفئه تحارب مثلا الغش. اذا ماشي عيب الا قلنا راه فينا شي عيوب خصنا نحيدوا ذاك العيوب ونمشيو بخير الحمد لله. ها انا الولا كيقول لك واحد السيد اسمح لي لك مرحبا لك كنسمعك يا اخي يعقوب لك كلام معك. ما الحياه الدنيا ما الحياه الدنيا الا ممر، لماذا نقطعه في فعل الشر عوض الخير؟ هذا هو اللي بغينا. انا يا اخي كما كتعرفني ولد تازا وكنحماق على هذه المدينه، ما يمكنليش انا مسيرتي الاعلاميه نسوقها في اعلام غير الهادف. قريت في المصداقية، قريت الخبر، قريت منين نجيبوا مصداقية الخبر ألور، ووعدت نفسي أنني نحاول نعاون تازا. عرفتي شنو الهدف ديالي؟ بغيت ندير قفزة إعلامية بالمدينة. وكانت شوف تي في نعم. كانت شوف تي في محطة من المحطات الناجحة بالمدينة، لحقاش باش تكون عندك شوف تي في باش تكون عندك شوف تي في في مدينة تازا، تكون عندك شوف تي في في مدينة تازا على عكس مجموعه من المواقع. يمكن راها واحد يمكن واحد الانجاز. انا كيبان لي انجاز اعلامي بالمدينه، كيبان لي انجاز اعلامي بالمدينه. نعم. علاش؟ بحكم نسبه المشاهده، بحكم التطرق مجموعه من المواضيع، بحكم اول تلفازه الكترونيه مغربيه. ان شاء الله مدينه تازا اللي غادي يخدم هذه القناه حداه، اللي كيخدم هذه القناه حداه ان شاء الله. نعم اسي عبد الله الله يوفقك. سي يعقوب قبل ما تمشي الله يعطيك السر، نعطيك ثلاثه الناس غتعطيني كلمه في حقهم وبدون لغه. نعم. عامل إقليم المدينة. عامل إقليم المدينة رجل من نهار اللي جا هو وقف على شغله ويقوم بواجبه على أحسن ما يرام، هذا بدون رياء بدون نفاق. إحنا لا نعرف النفاق، نرى إلا كان شي حد اللي هو فيه كذا رحنا كنقولوها. وراكني غادي تدخل الفيسبوك راك غادي تعرف حقيقتي. وني علاش كلشي كيشبهونا بأفود؟ انا ما عشت الحقبه. علاش كلشي كيشبهونا بافود؟ انا ما عشت الحقبه بافود. لا ما شبتش انا بافود. قال لك جوج ديال العمال في مدينه تازا كانوا كاين افود والسي المعزه، يعني كان عندهم حب المواطن، تواضع، واقفين على شغلهم. لا هذاك يعني السي افود داز تازا الله يعمرها سلعه وراجل ادى واجبه وخلى البصمات ديالو في تازا ووقف على شغله وعرف كيفاش يسير امره. وهذا هو المفروض اي مسؤول، هذه راه مسؤوليه. وهذه نقول لك واحد القضيه سي عبد الله،
نعم. هاد المسؤوليه اللي كيتحملوها هاد الناس الكبار في الدوله هي المسؤوليه شكون اللي كان كيتحملها قبل ما يجي ما تجي هاد القوانين وكذا؟ كانوا كيتحملوها الفلاسفه كانوا كيتحملوها الانبياء. هادو جوج ديال الناس اللي هادو جوج الفئات هما اللي كانوا كيعرفوا كيفاش يدبروا ومن بعد تطورت الاشياء. يعني هاد الناس اللي دابا ولدت المسؤوليه تاع التدبير وتسيير شعب راه هذا واحد الكرامه ربانيه من احسن فيها، راه غادي يبسم في التاريخ. ورحنا عندنا رجال اللي دازوا، عندنا رجال لازم نذكرهم. مازال كنذكروا سيدي عبد الله ابراهيم رحمه الله، مازال كنذكروا واحد العدد ديال الناس الذين اخلصوا للوطن وما جدوا خدموا من اجل الوطن، ولا زالت يعني داك الشيء اللي قدموه لا زال يعطي الثمار ديالو حتى لحد الان الحمد لله. اسم ثاني يا اخي باشا، مدينه اقليم تازا. باشا ديال تازا انا ما كنعرفوش بزاف الاستاذ. داكور. اسم ثالث مدير اقليمي للامن سي المختار. مدير اقليمي ديال الامن سي المختار. الامن قائم بواجبه على احسن وجه الحمد لله. انا ما كنعرفش، كنعرف السيد الذاكره الله يذكره بخير اللي مشى، الوالي الامن ما كنعرفوش الان، ولكن كي كيقولوا سيادنا كيقول لك اخبار الدار على باب الدار. الحمد لله الحمد لله. انا ملي كتشوف رجال الامن مساك الله يحسن عوانهم، مصابير الله يحسن عوانهم. فانا مثلا خدمت انا في الاشغال العموميه، كنا ملي كنخرجوا نسرحوا شي طيخ راه مصيبه كحله، حسن واقف وماشي وجاي كتاكل الزربه وتقدر ما تشوفش ولاد، تقدر تبات على برا، كتقول زعما الله يحسن العون الله يحسن العون. حنا اللي كيهمنا اللي كيهمنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ان هاد التجربه هادي نخرجوا الشعب كله، انا نتمنى على ان شعبنا كله نخرجوا بشي خلاصات ونخرجوا بشي حوايج، نحيدوا علينا شي خزعبيلات، راه عندنا شي خزعبيلات، عندنا شي امراض مجتمعيه خصها تحيد منا انني ما ديات هذا ما تديهاش، لا ندخلوا لواحد العالم اخر، المغرب الجديد، يعني نرجعوا راسنا لعالم المعرفه، المغرب الجديد، نتفاهموا نتواصلوا نتسامحوا، ولا امنا امنا بان راه مصير واحد بان هدف واحد راه حنا غادي نكونوا في المستوى، راه ما غادي خصنا تاخير، لان هذه الارض الله سبحانه عز وجل بارك فيها، هذه الارض راها مباركة وربي حافظها، وراك كتعرف وراك كتشوف وشنو واقع وشنو طاري وكذا وعبر سنين، والحمد لله دائما بلدنا بلد امن. بالعكس حنا اللي كيحس بشي ضيق في شي جهه كيجي لعندنا وكيجبر المغرب مرحبا به. الحمد لله. إذا مثلا هذا عربي والاخر هذا راه في ذاك الشيء وعنده واحد الحلاوه ديال واحد النغمه باش مركب هذه التركيبه الاجتماعيه اللي مركب بها المغرب، راه تركيبه راه ما كايناش مثيله لها، راه الناس كيحسدونا، ولكن حنا بعد الطرف ما كننسابوش، هذا هو المشكل. سي يعقوبي نخلي لك الكلمه لمتتبعي قناه شوف سي في ومتتبعي البث المباشر ديالنا يومي، ها انت على الخط، خلي لهم واحد الكلمه وبارك لهم العواشر وليله قدر مباركه لنا ولك يا اخي يعقوبي، وكنشكروك على هذا الكلام الجميل وانك كبرتي بينا واتصلتي بينا، الشرف شرف كبير لي انا الاول قناه شوف سي في. سيدي عبد الله حنا راه ورحنا الاشاره في اي حاجه نمشيو بيدينا وبرجلينا ونديروا اللي في جهدنا نصرة شي حاجة زوينة تبان في هذه المدينة، راه هذا هو تاريخنا من زمان ورحنا معروفين ومازال نتعرفوا إن شاء الله. شرف كبير ليا يا أخي يعقوب. كنتمناو إن شاء الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه عز وجل بفضله وجوده وكرمه وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبفضل شهر رمضان المكرم وبحق القرآن العظيم وبحق كل عزيز عنده أن عنا هذا البلاء، وأن يجعل بلدنا آمنا مستقرا وأن يحفظه من كل سوء، آمين يا رب العرش العظيم. ورمضانكم مبارك سعيد وليلة القدر مباركة سعيدة، والله يجعلكم جميعا ويستركم جميعا بستره الذي ستر به ذاته. أشكرك أخي يعقوب والشرف كبير لي يا أخي وكلمات الجميلة اللي ختمتي لنا بها هذا الدردشة من القلب. سيدي عبد الله من القلب، احنا لا نعرف شيئا إلا شيء يخرج من القلب. الله عز وجل يبارك في كل شيء. الله سبحانه عز وجل طلب منا في واحد الحويجه بسيطه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. غير الاستقامه وكذا ويكون الهدف وتكون هذا ويكون الإنسان
راه الا كان عنده يعني الهدف شريف ربي يوصلو ما فيهاش شي حاجه. نشكرك تعالى يوصلك لاعالي الدرجات. امين نشوفوك يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا فخر لنا وهذه كيف لنا زايده فينا وتازه ديالنا والمغرب ديالنا، وبالعكس حنا كاع الكره الارضيه نبغيوها تكون بامان ان شاء الله الرحمن الرحيم. الخير قدام يا اخي، اعدك الخير قدام يا اخي، اعدك اعدك. شكرا سي يعقوبي، شكرا على الاتصال ونورتي لنا هاد الدردشه الليليه وتقبل الشكر الشكر ديالي، تقبل الشكر ديالي شخصيا والشكر قناه شوف تي في حتى هي تقبل الشكر ديالها على اللسان ديالي يا اخي. اشكرك اشكرك يا اخي. شكرا حبيبي، الله يحفظك ويليكم مروقه. شكرا يا اخي يعقوبي، بارك الله فيك. متابعينا الكرام، كما شفتوا احد رجالات المدينه، احد اش غادي نقول لكم، الناس اللي كتبغي المدينه وكتبغي الشباب ديالها. شكرا لك على الاتصال يا اخي العقوبي، نتمنى نتلاقاك ونتمنى نهضروا ونتمنى اننا نتواصلوا. شكرا لك سي عياد قمحي فؤاد، فعلا افود احسن عمال ممتازة عام ونشاط. لا اجل يا اخي، ولا ننسى ايضا عمل سي المعزة، انسان اشكره انا شخصيا لحقاش كيعجبني داك السيد. خي عياد عنده واحد الكلمة شهيرة كتعجبني، انت مغربي وما عنديش شك، كلمة كتعجبني ديال داك السيد. عمر بو حميدي، خويا عبد الله فين وصلت القضية ديال داك الولد اللي سب ناس تازا، كنتمنى يطلقوه. يا اخي بالنسبة لداك الولد اللي سب ناس تازا، هاد النهار داوه رجال الشرطة لمدينة فاس لقصد العلاج، هاد النهار داتو سيارة رجال الشرطة مصحوبة بسيارة اسعاف لمدينة فاس قصد العلاج. تلاقيت عندنا في مستشفى ابن باجة على الساعة الرابعة او الرابعة ابن باجة، مصحوب برجال الشرطة او رجال الامن، وهضرت مع رجال الامن قالوا لي غادي يمشي لمدينة فاس قصد العلاج، يعني الامن تكلف انه يديه باش يتعالج يا اخي. والحمد لله ونشكر الامن على هذه المبادرة. ميرسي بوكو مسيو يعقوبي، شكرا سي يعقوبي على لسان سي عبد القادر فينوس من فرنسا يا اخي. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، وهذا اللقاء التواصلي مع ساكنة مدينة تازا. متابعينا الكرام وتواصلوا معكم، كان معنا ضيف الحلقة السي هشام الغفولي اللي هو أحد الشباب الناجح بمدينة تازا اللي هو مستقل بمدينة فاس. نتمنى لك يا أخي الغفولي حياة سعيدة مع الزوجة ديالك. إذا كانت فاسية تهلاي لنا في التازي ديالنا، كانت تازية تهلاو بين بعضياتكم يا أخي هشام الغفوري، نتمنى لك السعادة. متابعينا الكرام، شنقول لكم، نقراو بعد الرسائل ديالكم. ما رايك في ربيع القاطي الذي يلعب دور بطوله في مسلسل عربي ده خمسة؟ اتصل بربيع القاطي شخصيا. لا عليك يا اخي، عواش مبروك اخويا عبد الله، تهاني شوفي الفرحه والسرور ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، شوف تي في في هذه الليله مباركه. شكرا يا اخي. بغينا مسلسل مغربي تازي البطولة القاطي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سلام والسي الغفولي ابن الحارس العام، لا اعلم يا اخي ديما تازا، اشكرك. سلام عليكم عواشركم مبروكه. شكرا يا اخي. خي عبد الله، خاصنا التصوير في تازا، تازا راها تملك مقومات خرافيه للتصوير ان شاء الله. ليله القدر المباركه للجميع مغاربه وخاصه تازا. تيس اخويا عبد الله، خصك تزور قلدمان باذن الله، سازور قلدمان. حوار كان رائع وجميل، رمز الفن والاصاله. شكرا، الشكر لله لك وللتوفيق. شكرا بالوما بلانكا، السلام عليكم مبروكه. تحياتي.
تعزى دائما متألقة. متتبعين الكرام اش غادي نقول لكم، نشكركم على هذا الإصغاء ونشكركم على أنكم حضرتم معنا في هذا البث المباشر. نخليكم غدوة إن شاء الله غادي نوضوا، عندنا واحد السفر للمدينة المغربية، نشدوا الطريق وخصنا نرتاحوا شوية. ليلتكم مباركة يا إخوتي، وتحياتي لكم، رمضان مبارك سعيد، ليلة القدر مباركة. كان معكم عبد الله من مدينة تيتا.